حاج قطب من كفر الشيخ اتفضل. استاذ سامح السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. الاول بحيي مقدمه البرنامج بتاع حضرتك، والله يعني مقدمه ان شاء الله مبشره بالامل وبالخير. والله يا رب. الواحد لما بيشوف كده الخير في البلد كده والزراعه والانتاج الحيواني والحاجات دي كلها، والله ما بيفكر في غلاء ولا بيفكر في اي حاجه في الدنيا، لان طالما الحياه رخيصه وموجوده والبلد فيها امن وامان الحمد لله النفر بيبقى مطمئن. الحمد لله. الله يخليك يا دكتور. استاذ سامح، احنا عندنا مشكله دلوقتي في طرقه الري، الميه بتجي لنا كل مثلا 10 ايام. أيوة. ال 10 ايام بتيجي منوبه، المنوبه بتيجي من الساعه 10 للساعه 2 الظهر، بيبقى في عز الحر. احنا بس بنتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا الميه تبيت عندنا في الترع ليله واحده عشان نروق الليله والصبح بدري. اسمها ايه الترع؟ ترعة السخاوي الشرقي. فانت بقى لنا اكثر من 3 شهور على الحال ده، من 1/4 واحنا الميه ما بتجيلناش الا منوبه، ويعملوا منوبه كل يوم جمعه. تمام، عناية الاثنين يا حبيبي. يوم الجمعه الصبح يا فندم المنوبه تشتغل اخر النهار الظهر، على ما يقول لنا دورت تكون الدنيا ولعت نار. انت زارع ايه يا حاج قطب؟ انا زارع خضار والله، كله خضار. انا بجمع حضرتك دلوقتي فلفل والله. انا في قلب الارض، انا لما لقيت البرنامج مضغوط ومش عارف اتصل قلت اسرح بقى، فبدي رنه ثاني استاذ عزيز كلمني انا رد عليك. والله يعني انت بتتكلمني وانت في الارض مش قدام التلفزيون. وانا باجي معاه برنداني والله يعني عينيا الاثنين ليك وحاضر هنشوف. فاحنا حضرتك والله يا ريت وكيل وزاره الزراعه المهندس محمد عبد الله، والله احنا لما بنتصل عليه على مشكله خاصه بالكيماوي وبالاسمده يعني او باي حاجه في التو واللحظه بيرد علينا وبيتصل هو علينا مشكلتك اتحلت او ما اتحلتش. انما الري مشكلته صعبه جدا والله. فانا بشكر المهندس محمد عبد الله والله على الهواء كده، لانه هو راجل بصراحه يستحق مننا كل الشكر والتقدير والله. بشكرك يا حاج قطب.